يعد الحصول على التعليم العالي في جامعة سيفاستوبول الحكومية حلماً عزيزاً للعديد من الشباب من البحر الأبيض المتوسط والدول المجاورة له، فمن الممكن جداً تحقيق ذلك. اليوم تعمل الجامعة بنشاط على تطوير مكاتبها التمثيلية في البلدان الأجنبية، ويدرس فيها أفضل المعلمين في الكليات الأساسية في الجامعة. الآن أكثر من 200 طالب أجنبي يدرسون في كليات الجامعة. في جميع المدن الضخمة الكثير من الناس الذين يطمحون للقيام بعملهم، أما هنا فالجميع يقوم به لكن بفرح وحب. المدرسين في الجامعة يتفهمون الأجانب، الأهم بالنسبة لهم هي النتيجة وضرورة حصول الطلاب على المعلومات اللازمة. الاقتصاد، الملاحة، أمن المعلومات والحقوق، تشغيل محطات الطاقة البحرية، تكنولوجيا الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة. لدى الطلاب الأجانب وكذلك الطلاب الروس القدرة على الوصول إلى جميع دورات البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا. قبل الانتساب للجامعة هناك فرصة لأخذ دورات تحضيرية، وسيتم مساعدة أولئك الذين لديهم صعوبات في اللغة الروسية من قبل المعلمين وزملاء الدراسة. حصل في هذا العام أنني حصلت على لقب طالب العام الأجنبي. هذا الحدث أصبح واحداً من أجمل وأغلى الهدايا التي حصلت عليها خلال 4 سنوات. كانت سيفاستوبول تاريخياً مركز جذب لأولئك الذين يرغبون في الحصول على تعليم مرموق والعثور على عمل مناسب. جامعة سيفاستوبول تدعم هذه التطلعات ومستعدة لمساعدة الشباب على تحقيق خططهم وتصبح منصة تعليمية فعالة للتنمية الشخصية والمهنية بالنسبة لهم.